شوفوا يا إخواني الآن هذا الرجل لا يفرق بين النصيحة وبين النهي عن المنكر، والله العلي العظيم هذا الرجل أنا سألته سؤال قبل شيء وطيحته في المصيدة، قلت له الآن لما نجي أنصح سيف أقول له اشتري السيارة الفلانية، ترى السيارة الفلانية أحلى من هذه، هل هذا نهي عن منكر؟ هو بنفسه قال لا. فإذا أنت فرقت الآن بين النصيحة وبين النهي عن المنكر. أما بالنسبة للنهي عن المنكر يا حبيبي الغالي، فأنا أعطيتك حديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن هذا الرجل الذي من الذي هو من الأنصار قام أمام مروان بن الحكم في العلن وقال خالفت السنة يا مروان. إحنا اليوم مو خالف السنة، إحنا اليوم خالف الله، مو خالف الله، حارب الله يا رجل. يعني لا تخالف السنة، محمد سلمان راح بدر خطبة الجمعة ولا خلاه بعد الصلاة ولا شيء، هذا حارب، عارب، حارب بشريعة الله، حارب الإسلام، جاب الفواحش، جاب المنكرات، جاب الفساد، جاب التعري، جاب يا رجل جاب رقاصة تشتم الله والأنبياء وتأمر بالسجود للأنثى. يعني هذا وين وين مروان بن الحكم؟ حلو؟ طيب إيش يقول؟ فقال خالفت السنة، فقال مروان بن الحكم أما هذا فقد قضى الذي عليه، هذا البطل السنديد اللي نهى عن المنكر. طيب راح لي بعدين الشيخ الفاضل لنقطة ثانية، وأنا قلت لك شيخ خالد لا تلعب معايا، شوف ألاعيبكم هذه والله إحنا حافظينها وشاربينها، ما تقدر تزرق من عندي. راح لي لمسألة إيش؟ إنك أنت إذا تبي تنهى عن المنكر لازم تكون عند الحاكم، لازم تكون قدام الحاكم. طيب أنا الآن يا شيخ خالد بسألك من وقتي، شوف من وقتي تجاوب، تفتح المايك وتجاوب. الآن إحنا ما أنكرنا قدام الحاكم، نحن يعني للأسف أخطأنا، هل المشايخ والعلماء الذين أنكروا أمام الحاكم، فك المايك فك المايك فك المايك، هل المشايخ والعلماء الذين أنكروا أمام الحاكم هؤلاء أبطال مجاهدين ولا لا؟ تفضل. طيب الذين أنكروا أمام الحاكم ما الخوارج المسجونين؟ ها الذين أنكروا أنكروا أمام الحاكم هل هم أبطال؟ لا تقول اللي في السجن، هم أنا أقصد اللي في السجن. الآن جاوبني، شوف قال عنهم الخوارج، قال عنهم الخوارج، شوفوا شوفوا يا إخواني، شوفوا يا إخواني، هذولا أنكروا أمام الحاكم صح ولا لا؟ أوريك الأبطال منو؟ ما خلاص لا 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 أنا ما راح أسمي، ما راح أسمي. الآن بس اسمع اسمعني، طب اسمع أنا أجيب لك سؤال بلفة ثانية. الآن لو في أحد قام من العلماء وأنكر أمام الحاكم، هل هذا يعتبر بطل مجاهد ولا لا؟ طيب لو بتزال عن العلوان والطريف، مو العلوان، ما راح اسال، شوف شوف الان اتركك اتركك من الاسماء، اتركك من الاسماء والمصاديق، اتركك من الاسماء والمصاديق. الان انت هذا الفعل لما يجي واحد يوقف امام الحاكم وينهى عن المنكر امامه، هل هذا بطل؟ الذي ينكر او اذا راى من الحاكم شيء وانكر عليه فيما بينه وبينه هذا ما فيه شيء، ما في بطل مجاهد، هذا ما بطل. شنو الدين فيه بطل؟ هذا مجاهد، النبي يقول اعظم الجهاد مجاهد. أيوة. ولا لا؟ ايوه هذا مجاهد. احسنت، جزاك الله خير، سوي ميوت. اذا يا اخواني العلامه الشيخ سفر الحوالي حينما انكر امام نايف بن عبد العزيز وسجنه نايف بن عبد العزيز، والشيخ البطل الشهيد رحمه الله عليه عبد الله الحامد، والشيخ البطل الشهيد موسى القرني الذي انكروا امام نايف بن عبد العزيز وامام امام الحاكم وسجنوا وقبعوا في السجون وماتوا في السجون، هؤلاء ابطال مجاهدين رغم الانبك. سوميوت 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 سوميوت. الشيخ سعود بن مختار الهاشمي الدكتور الذي دق عليه الامير نايف وقال وعشان جاب اسماعيل هنيه لجده ودق عليه قال له سنضرب بيد من حديد الامير نايف بن عبد العزيز، وطلع قال سعود مختار هاشمي قال يد الله فوق ايديكم، يد الله فوق ايديكم، قال نايف بن عبد العزيز وسجن من عام 2007 الى اليوم هو قابع في الزنازين. ها هذا الشيخ البطل المجاهد، هذا مجاهد رغما عن انفك يا خالد بلسانك، والله بلسانك، ممكن بفهمك ودينك. بس اسمعني اسمعني سيف اسمعني الان الان عم الشيخ الآن هذا الشيخ يعترف يعترف طيب. أن هؤلاء الأبطال القابعين في السجون اسمع 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 شوفوا 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 خوارج، شفتوا يا أخواننا المنافقين والله يلومونا إننا ما أنكرنا أمام الحكام، حلو يلومونا. طب رحنا جبنا لكم عدة شخصيات أنكرت أمام الحكام يقول عنهم خوارج، إذا الذي ينكر أمام الحاكم خارجي والذي ينكر في بريطانيا خارجي، والله إنكم منافقين وما عندكم مبدأ، والله والذي نفسي بيدي ما عندكم مبدأ، ولا لو أنت عندك مبدأ ورجال طيب. تقول المشايخ الذين اسمع اسمع تقول
المشايخ الذين أنكروا أمام الحاكم وتصمل عليها وتقول مجاهدين. لا بس دقيقة، سفر الحوالي، سفر الحوالي عبد الله الحامد رحمة الله عليه، موسى القرني رحمة الله عليه. لا خلك من هذا القرني، خلك من هذا القرني، بس دقيقة سيف، دقيقة صالح رحمة، خلك من هذا القرني. أنا بس أذكر الأسامي هذه: سفر الحوالي، عبد الله الحامد، موسى القرني، سعود مختار الهاشمي، الأبطال الأشاوس الآن اعترف أنه مجاهدين. تفضل. طيب هذا لا قبل يتفضل، ما هو على كيفكم انتوا الاثنين. دقيقة يا عم خالد، دقيقة ما هو على كيفكم انتوا الاثنين. أنا ما أتكلم، أنا عندي تعليقات وعندي تعقيب. الآن أنا متأكد يا شيخ خالد أنه الأسامي، أسامي الشيوخ اللي قال لك ياهم صالح، هذه أول مرة أنت تسمعهم في حياتك، وقلت على طول حكمت عليهم أنهم مجرمين، قلت هذولي مجرمين. أين الاستدلال؟ أين البينة؟ من فين عرف؟ دقيقة دقيقة، أنا أستحلفك بالله، أستحلفك بالله شيخ خالد، أيوة. قد سمعت عن موسى القرني؟ يا أخي سليمان ما تكلم عن سليمان العلوان، ما تكلم. أنا أستحلفك بالله، أستحلفك بالله، قد سمعت عن عبد الله الحامد؟ عبد الله الحامد ما أعرفه، لكن طب ليش تحكم عليه بأنه خوارج إخوانجي؟ يا أخي اتق الله، اتق الله يا رجل. أنت قلت سفر العوالي ما قدام، معروف خارجي، والعودة خارجي، والعلوان خارجي. طب قول 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 الآن عبد الله، عبد الله الحامد وموسى القرني وسعود مختار هاشم، هذول هذول مجاهدين. ما أعرف عنهم هذا الشيء، لكن أنا ما بتكلم لفهم صحيح، ما أعرف عنهم شيء، لكن أنا ما أكذب عليك يا صالح. أكمل ولا ما أكمل؟ البعرف أكمل أنا حقي، أكمل مداخلتي أنا، أنا دا اللي بتكلم، أنا دا بتكلم. أكمل ولا ما أكمل يا عم خالد إذا تسمح؟ طيب الآن يا عم خالد، أنا والله ما بحرجك ما شاء الله، يعني فيك يعني الوسامة، وإن شاء الله أنك رجل فيك خير، وباين أنك يعني طيبة في قلبك. لكن ما تخلى التلبيس. لا لا بس افهمني، اسمعني انا ما والله ما راح احرجك يعني حتى في الاسئله ولا ضغط. شفتك يعني يوم قلت لك انكر المنكر حاولت تخرج، ما ضغط عليك ولا ضغط نقطتي. الان يا عم خالد اعطيني رايك في بشار الاسد، تفضل. طيب هذا الرجل بين حاله، العلماء بين حاله ان هذا الرجل رافدي نصيري. هذا الرجل خرج من دائرة الإسلام وأهل العلم تحدثوا فيه، قد يكون الآن تاب. لماذا يتحدثون في العلن؟ لماذا؟ لا لا حاكم حاكم لا يجوز. طيب أبين لك، هذا كفر. أنت تعلم واو محمد بن سلمان كافر يوم جاب رقاص اسم الله والأنبياء وعطتنا مليون دولار كافر. إذا يجوز شباب، يجوز الحاكم الكافر، يجوز أن نفضح في العلن يا شيخ خالد؟ إذا كفر إيه، إذا كفر خلاص، يعني ما لا بيع له، البيع أصلا. أحسنت.